في بريطانيا عثرات البريكسيت لا تنتهي ومخاض الخروج الصعب طويل ومعقد، أما جديده فهو طلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الاتحاد الأوروبي تأجيلا جديدا للخروج حتى 30 من يونيو حزيران القادم، ما يعني عمليا مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية المزمعة أواخر مايو أيار القادم. فهل تقبل أوروبا التمديد الجديد؟ التحفظ هو ما طبع رد فعل مجموعة من القادة الأوروبيين لطلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بإرجاء بريكزيت حتى 30 يونيو حزيران القادم، إذ اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن تمديد بريكزيت أمر سابق لأوانه في انتظار خطة واضحة من لندن قبل القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل. فالتاريخ الذي تطرحه ماي يمثل مشكلة بسبب الاقتراع الأوروبي المرتقب من 23 مايو أيار إلى 26 منه. الوحيد الذي يمتلك حق الرد على الطلب البريطاني هو المجلس الأوروبي في قمته المقبلة يوم الأربعاء، فهذه هي المؤسسة الوحيدة التي تمتلك شرعية الرد. لن أقدم أي تخمينات أو تفسيرات أو تحليلات لمواقف أو تصريحات. Reports, comments, views. ولا يتردد العديد من المسؤولين الأوروبيين في التعبير عن قلقهم من إبقاء المملكة المتحدة لمدى طويل ضمن الاتحاد الأوروبي بصورة تضع خلالها قدما داخل الاتحاد وأخرى خارجه، ما من شأنه أن يخل بعمل هذا التكتل بشكل دائم. أعتقد بأن تيريزا ماي تريد بطريقة ما أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مكانها، فهي تدرك بأن الاتحاد الأوروبي سيرفض التمديد وهذا سيسمح لها بنقض الاتحاد في حال رفض التمديد، وتؤكد سيناريو الخروج بدون اتفاق الأسبوع المقبل، فيمكنها إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الطرفان ما زالا يشددان على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق هو في صالح الجانبين، إلا أن فرضية بريكزيت بدون اتفاق بدأت تفرض نفسها مع اقتراب موعد 12 أبريل نيسان الذي ينتظر أن تقدم فيه لندن استراتيجيتها للتعامل مع مستقبل بريكزيت. يسعى الأوروبيون خلال قمتهم الطارئة إلى الخروج من مأزق بريكزيت على الأقل قبل الانتخابات الأوروبية التي يبدو أنها ستشهد نجاحا للقوى الشعبوية المستفيدة الرئيسية من هذا الملف. لبيب فهمي، العربي، بروكسل. انضم إلينا في الاستوديو جوناثان فراير الباحث السياسي. سيد فراير، ساق في الاتحاد الأوروبي وساق خارجه، إلى أين تسير الأوضاع برأيك مع طول المدة الآن؟ أعتقد أنه سوف يكون من الصعب جدا أن نتنبأ بما سوف يحدث، فليس من الواضح أننا إذا كنا سوف نبقى في داخل الاتحاد الأوروبي أو أننا سوف نخرج منه. بعض الناس افترضوا بعد التصويت في عام 2016 أننا سوف نخرج من الاتحاد الأوروبي بالفعل، ولكن منذ هذا الوقت وضح لنا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هو شيء معقد جدا بعد أكثر من 40 سنة من الاندماج السياسي والاقتصادي، وبالتالي فإن تيريزا ماي الآن هي في موقف تجد فيه أنه من المستحيل أن تحصل على تأييد كل أعضاء البرلمان على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. هل تعتقد أن تيريزا ماي تستفيد الآن من الوقت حتى تجعل الاتحاد الأوروبي ربما يقرر مكانها، أو تجعل الأمر الواقع هو الذي يحكم بحكم الآن اقتراب الانتخابات، انتخابات البرلمان الأوروبي؟ الشيء الغريب جدا فيما يخص تيريزا ماي هي أنها عنيدة جدا وغير قادرة وغير مستعدة على تقديم أي حلول وسط. لقد رأينا ذلك هذا الأسبوع في المباحثات مع حزب العمال، حيث أنها حزب العمال قال بأنها أرادت في بعض التنازلات منهم ولكنها لم تكون مستعدة لتقديم أي تنازلات من جانبها،
وهذا يذكرني بألبرت أينشتاين بأن تعريف الجنون هو محاولة نفس الشيء مرارا وتكرارا ثم تتوقع نتيجة مختلفة، وكان هذا هو تكتيك السيدة مي، وأعتقد أنها سوف تحصل على رد سيء جدا وسلبي من بروكسل، فلا أعتقد أنهم سيوافقون على هذا التاريخ 30 يونيو. طيب موقفك أو فكرتك أنه لن يوافقوا على هذا التاريخ، لكن في صورة وقع التمديد كل مرة بجلسات برلمانية أو ربما مفاوضات من نوع ما ووقعت الموافقة على هذا التمديد، بريطانيا ستصبح مضطرة للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي ما بين 23 و26 مايو أيار الحالي، بالتالي بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بعد فترة طويلة، ربما طيلة فترة النيابية للبرلمان الأوروبي. نعم بالفعل، بشكل قانوني فإن بريطانيا في داخل الاتحاد الأوروبي وسوف تبقى في داخل الاتحاد الأوروبي حتى يتم تحديد خروج بشكل إيجابي، ولكن هناك عدة نتائج. الأول هو ألا يكون هناك اتفاق نهائيا ثم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تماما، ولكن لا يوجد أي شخص في البرلمان يريد ذلك، و ذلك يترك لنا بديلين. هو أولا أن الاتحاد الأوروبي يقول بأن لا نعتقد بأن السيدة ماي تستطيع أن تصل إلى أي اتفاق قبل تاريخ 30 مايو، أو أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يستطيع أن يقدم تمديدا لمدة عام، وقد يكون ذلك ممكن. الحل الثالث والرابع هو أن بريطانيا تجبر بالفعل على المشاركة في الانتخابات البرلمانية. هل مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بهذا المنطق يجعل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أمرا واقعا طيلة المدة النيابية لهذا البرلمان البريطاني الأوروبي، أم سيعطي فقط فرصة سنة وربما ساعتها تنسحب بريطانيا وممثلوها في البرلمان الأوروبي؟ بشكل منطقي إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن يقبل بالانسحاب في خلال هذه الفترة، فأعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيين عليهم أن يخرجوا من الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت، ولكن لا أعتقد أنهم سوف يقدموا ذلك، لأنهم بالفعل وعدوا بهذه المقاعد لأعضاء آخرين في دول أخرى. ولكن بالطبع إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن هؤلاء البرلمانيين سوف يخسروا وظائفهم. شكرا جزيلا لك سيد جوناثان فراير الباحث السياسي.